محمد رسول الله، منين بدك تاكل الاطفال؟ اني لا عندنا خبز، عمره سنه وانت طالع، عمره سنه ما في لقمه خبز، ما حرام من الله، كلياتها ملكم الجوع، لا في اكل ولا في شرب، صلينا سنه ما تولينا، جينا عذابنا لقينا منوبه، منوبه دار ومسروقه وما دود نصها، قاعدين عند العالم وقاعدين عم نوزع حسب الدفة، ما في دفة لا في عفة لا في مازوت لا في خبز لا في اكل لا في شرب، هيك قاعدين مبلمين، شو بدنا نعمل يا ربي دخيله؟ بعين الله بعين الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، 11 12 2012 مدينة الرستاق رسول الله معاناة